يجب أن تكون على دراية بكيفية العمل على نحو آمن في ظروف الطقس الحار. من الأهمية بمكان أن تتناول قدراً وافراً من المياه قبل البدء في العمل وبصورة منتظمة على مدار اليوم. احصل على فترات راحة منتظمة في المناطق المخصصة. تجنب العمل بمفردك دون مراقبة عن كثب. انتبه للإجهاد الحراري الذي يصيب زملائك في العمل. هناك مجموعة من الأعراض، بدءاً من نقص التركيز وصولاً إلى التشنجات العضلية والطفح الحراري والعطش الشديد والتعب والدوار والصداع والغثيان. أبلغ المشرف الذي تتبعه أو زملائك في العمل في حالة شعورك بأنك لست على ما يرام.